مرحبا بكم في موعد جديد من طوق الياسمين. في حلقتنا لليوم باش نواكبوا عرض الديوان والاغاني الصوفيه بقصر الرياضه بالمنزه واللي ضم ثله من ابرز الفنانين. اما البدايه كالعاده باش تكونوا مع اخر الاخبار الثقافيه. تتزامن مع شهر سيدي رمضان التحضيرات المهرجانات الصيفية، ومنهم مهرجان قرطاج الدولي اللي باش يكون من 13 جويلية حتى 19 أوت 2017، ومن الكواليس باش تكون فما مشاركة وإعطاء فرصة لمواهب صاعدة وعروض تونسية. الحي أيام 1 و2 و4 جوان هي تظاهرة سينمائية تعيشها قفصة بتنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وجمعية أحباء الواد. الأفلام المشاركة نلقاو منهم فن المزود لسونيا الشامخي. تكريما للروح الراحل صالح المهدي وبالمعهد الوطني للموسيقى أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين على سهرة فنية مشاركة فنانين وموسيقيين، ورافقة السهرة هذه مداخلات لأصحاب الراحل. رجل أحيا يدبل الروح رجل أحيا يدبل الروح يا عين بالدمع نوح. نبقاو مع سهرات رمضانية اللي انطلقت وتتواصل طيلة شهر سيدي رمضان، ونمشيو للمهدية فولاد الشامخ. تنطلق الدورة الأولى لليالي رمضان واللي تضم عروض متنوعة بين المسرح والفن. الافتتاح باش يكون نهار 15 جوان مع جو الحزب المهدوي بقيادة فاضل السقا. سهرات رمضانية اللي عاش على وقعها الجمهور في قصر الرياضة بالمنزة. هو عمل فرجوي أغاني صوفية متطورة من حيث الإيقاعات، قام بإنشادها ثلة من ألمع الفنانين في الساحة التونسية، هما كل من منير المهدي، زهرة لجنف، وكريم شعيب، وفرقة حمدان السعيدي. وقد قام بإخراج هالعمل المنصف البلدي. سهرية ممتازة
ورائعة أوفت بوعودها في أولى الليالي الرمضانية. والله عندي فكرة على المسابقة فيه، معنا الفنانين اللي بيشاركوا فيه، وإن شاء الله يكون عرض مميز إن شاء الله، خاصة معنا هو أجواء رمضان والصفية، دونك معنا أمور باش على الأقل الواحد يرتاح شوية، يتسلطن شوية في شهر سيدي رمضان. إن شاء الله إن شاء الله ربي يفضلك عايش. للأسف ما عملوش إشهار بالتلفزة عليه، خاطر العباد المفروض راهو كومبليت وعرض تحفون، معناه فيه لوك آخر جديد فهمتني، وما حبينا أكثر عدد ممكن في القاعة دي. يعجبك الأغاني الصوفية تعجبك؟ وهو كذلك طبيعة، خصوصا في شهر سيدي رمضان. خصوصا في سيدي رمضان فهمتني، ابتلاءات كذا الحمد لله. مناسبة رمضان عاملون على الإنشاد الصوفي هذا، نحبوا نتفرجوا، ماذا بينا نحبوا ديما حفلات تتكرر هكا، إن شاء الله تعدى سهرية حلوة. الليلة إن شاء الله استفتاح معناها إن شاء الله بالخير. أنا سعيدة معناها بتعاملي مع سي المنصف البلدي، ومعناها مش أول مرة، وهذه فرحانة أنا اللي في سهرة الديوان، هذه عرض الديوان، أنا من ضمن المجموعة اللي اختارها سي المنصف، واللي بادرة طيبة معناها سي محسن الخمير وسي محمد البلدي على أنهم راهنوا على الثقافة، وحاجة بهي برشا، وسعيدة زادة باش نغني مع صديقي كريم شعيب ومنير المهدي وحمدان، معناها لما رمضانية حلوة برشا، نستفتحوا بصلاع النبي، وإن شاء الله يا ربي على بركة الله، وإن شاء الله تعدوا سهرية سمحة معنا. المنصف البلدي هو اقترح علي الحكاية سنتلو بحكاية الديكور وكل شيء، ومع جماعة اشتراك مع جماعة اسطنبيلي عملوا حاجة هكا اسمها فيها اللي هو الديوان. الديوان يشمل أنواع الصوفي الكل. نستغلوا فرصة وجودك هنا وناخذوا فكرة على مشاركتك في الاسطنبيلي في رمضان، أكيد عندك مشاركات في مهرجان المدينة. عندي في نهار 19 في قدام قوة سيدي شبعان في سيدي بوسعيد، عندي نهار 5 جوان في نهج الباشا في نهج الباشا في رمضان بي، معناتها تبارك الله برشا عروض، هذا من تفكرهم عندنا في المهدية، عندنا في الجم، عروض الاسطنبيلي، وعندنا في زغوان.
كلك شانسون اللي هما فما معروف فما مش معروف فما ارتجال فما حاجات في حاجات في الاغاني الصوفيه وان شاء الله تكون عند حسن الظن وان شاء الله تعجب الناس وان شاء الله تعطي صريح هو تغني حاجات من الحضره اي اكيد كيما شنو خليني ناخذ سابق شوي باش نغني على الادلالي هما اللي اقترحوها عليا باش نعاود نغنيها وان شاء الله تنال الاعجاب كالعاده يعني فهمت واول رمضان والناس مازالت صايمه كل شيء ان شاء الله تعطي صريح حلوه الليله ان شاء الله باش نغني لاول مره اغنيه في تعامل مع الفنان الحلو برشا سي علي بن قدور ان شاء الله تكتشفوها وباش نغني حاجات اخرين معناها من سجل التراث الصوفي الديوان كما قلت لزملائكم وقلت برشا مرات الديوان هو مدونه لكل المنظومات الشعريه خاصه والانشاديه الصوفيه في البلاد التونسيه وفي العالم أدرجنا في تونس الشاذولية والعيسوية والسلامية والقادرية أساسا ثم الشاذولية باعتبارها أنها هي تحوي كل هذه المنظومات تقريبا مع المولوية اللي هي لمولانا جلال الدين الرومي وهي شكل آخر من المداح النبوية والإلهية الديوان هو مركز لهذه الأمور كلها عبارة عن الشمس يشع على هذا الكل ولذلك الديوان هو مدونة لكل شيء هذا أدرجنا فيه كذلك ادخلنا فيه سجال موسيقي جميل منظم طبيعة الحال ثم اخترنا ان يكون في اصوات ذات بال باش يكتمل التنوع منهم منير المهدي في الجو الابتهالاتي زهرة لجنة في جو الاذكار اللي هي تقريبا الجنوب كله عندها الجو ذاك الجميل التقليد ثم كريم شعيب في اشكال في جوها يعني نتاع الحضره في النوع المدائحي نتاعو اللي هو تميز به عنده صوت عذب كيف ما كل الفنانين ثم حمدان الصعيدي على الصعيدي باعتبار ان اخترنا الدوران الملوي والملويه في مشاركتها في هذا العمل ان شاء الله سي منير الليله كالعاده الابتهالات والاجواء الصوفيه اجواء صوفيه ابتهالات ارتجالات معناها وما شابه ذلك عندك مشاركات في مهرجان المدينه السنه ان شاء الله لا مهرجان المدينه مع الاسف لا عندي بعض النشاطات ان شاء الله خاطر ديما فما بعض العروض لما تتاكد معناها واحد ينجم يتكلم عليها بالنسبه لي سكه جديده ديما سي المنصف يختارني في الحوارات اللي زي دي هو عنده فيا طموح معناها شايفه فيا ان انا ممكن اغني الحاجات دي بالطريقه الشعبيه الطريقه السعوديه شنو حضرت فنان حمدان سعيد حضرت اغنيتين معناها شعبيتين بالنسبه لنا اغنيه من التراث للفنان محمد الكحلاوي لاجلي النبي لاجلي النبي وغنية قديمة غنوها أكثر من واحد اللي هي صلي على النبي وزيدوا من صلاته تنجم تغنينا شوية أكابيلا لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي اكسب صلاة على النبي لأجل النبي عندك سهريات في رمضان في مهرجان المدينة إن شاء الله عندي ممكن سهرية في سوسة وعندي في جيبس إن شاء الله
وعندي له 6 و7 في مسرح بلجي مع الحضرة. فما شوية عروض مش برشا مي الحمد لله. Allah.